السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرح لكم بعد قليل عن السيارة الجارية التي رأيتموني أتنقل بها هذه الأيام وانتشر لي مقطع. وبالرغم من وجود قطرة المطر إذ أن الجو جميل جدا، سأقوم بالتغطية. ميزتها أنها تتحرك لوحدها طبعا، شفت كيف؟ يا سلام، الله الله الله، سلسة وسريعة. خلافا عن المشهد الذي رأيتموني عليها، اليوم أخرج من غير نقاب أو من غير غطاء علوي. توقفت قليلا لأداء صلاة الظهر وعودة. بسم الله، هذا تقرير بسيط عن السيارة الجارية التي رأيتموها في الشرقية مؤخرا، أشرحها لكم في دقائق. ابتداء، حسام الملحم محاضر في هذه الجامعة العريقة، وأستخدم الطاقة البشرية في تنقلاتي يوميا منذ 10 سنين. الطاقة المستخدمة لتحريك السيارات إما بترولية أو كهربائية أو طاقة بشرية. هذه السيارة تتحرك بطاقة بشرية تجعلني أقطع المسافة من الخبر من هذه الجامعة إلى الدمام في 3 ساعة فقط. انسيابية هذا الهيكل تشق الهواء شقا، مما يجعلها سهلة الحركة وسريعة. فهذه الطاقة التي أنتجها من هنا تحترق وأحولها إلى طاقة حركية. لا تستغرب إن استوقفك رجل المرور ليطلب منك استمارة ورخصة. طبعا ابتسم. بل لا تستغرب إذا قلت لأحدهم أني أستطيع أن أنزل من تحت الشاحنة لأتجاوز الزحام. من ميزة هذه السيارة أنها تعامل معاملة الدراجة الهوائية، فلست مضطرا لاستخراج أوراق لها كما هو حال الدراجات. إذا نويت أن تجزم وتقتني هذه السيارة، فتأكد من أنك ستسمع بعض الشكاوي التي ستنتقد انخفاضك، فيقال أنك لا ترى، سوف تدهس، ومن هذا القبيل. المركبة النظامية تكون عجلاتها 20 وأكبر، وتعتبر مرئية من جميع المركبات، حتى الشاحنات عالية جدا. تستطيع رؤية الجارية بكل سهولة، فضلا على تميزها الشكلي وألوانها الباهية. أسعار هذه السيارات تبدأ تقريبا من 25,000 ريال وطالع، وحسب المواصفات. تسألني لماذا هي غالية الثمن؟ هذه مصنوعة من شرائح الكربون الخفيفة جدا. من يعرف مادة الكربون سيعرف أنها غالية، فهي خفيفة جدا جدا. بالإضافة إلى هذه الهيكل، جميع مواد هذه الجارية مصنوعة من ألمنيوم خفيف ومن قطع خفيفة جدا. لماذا خفيفة؟ تسألني. جسم الإنسان له طاقة استيعابية لا تصل إلى مرحلة حرق البترول، فالسيارة العادية التي تحرق الوقود تستطيع تحريك أطنان الحديد التي تحيط بك في سيارتك. أما أنت فجسمك أغلى من السيارة، فلذلك نزيد من تكلفة قطاع هذه السيارة لتتناسب مع قوة الجسدية. لذلك دائما الطاقة البشرية عندما تشتريها تكون أغلى، لكن بعد اقتنائها ستوفر الكثير من أموالك، بل وستحرق دهونك، فهو نادي متحرك بدل ما تصرف فلوسك هنا وهنا. وفر الساهر، وفر مدري بنزين، والله حتى ما أعرف سعر البنزين بكم، لكن ل10 سنوات على الدراجات. هذه الجارية هولندية من شركة انترسيتي موديل دي اف، طبعا يعني المواصفات عالية فيها، يصل سعرها 45. لو كنت ناصحا أحدكم لاقترحت أن تطلب السيارة هذا بلون فاقع أبيض أو برتقالي أو أصفر علوي حتى يعكس أشعة الشمس. هذا اقتراح. لتقليل مقاومة الهواء يوضع هذا الغلاف من الكربون كذلك لزيادة الانسيابية. الإشارة إلى انعطاف يمينا، ومزودة هذه المركبة بالمصابيح الخلفية بل وحتى الأمامية. نشغلها لكم في الليل. بالرغم أني لا أحب استخدام البوق، لكن هذا صوته. أمسح شوي حتى تظهر بطريقة جميلة مع هذا المطر. هذه المرآة ثابتة لا تهتز. قد تستغرب لو كنت مهندسا، بالرغم من خفة وزنها إلا أنها أيضا مزودة بمساعدات مريحة لا تشعر بالمطبات.
من السهل أن أجد موقفا مناسبا لي. عاقت ولم تجد موقفا تستطيع التعامل معها كدراجة وحملها مثلا وضعها بقرب عمود أو بقرب أي مكان. تسوقت، سأشرح لكم كيف أضع هذه الأغراض في هذه السيارة الصغيرة. هذه المقطورة تكفي 80 لترا، أستطيع أن أضع الكثير من الأغراض في خلف الكرسي. وضعت مساحيق، الدجاج، الأكل، الطعام، كل هذه الأغراض تحت الكرسي، كل أريحية. طبعا وضعت بعض الأكياس أيضا في الجوانب. كيف تقود في الطريق؟ تقود كأي مركبة، فأنت تعامل معاملة المركبة في نظام المرور لدينا. من الداخل عدادات سرعة، أدوات التحكم يمين يسار، المكابح فيها تروس لتغير قوة الضغط وقوة العزم لتزداد سرعتك، و يعني حتى تصعد المرتفعات أو تنزل بسهولة. 30 أو 33، والله ما أدري، 22 سرعة ظاهر. القيادة بيد واحدة، مغيرات السرعة، البوري، دق إشارة، كل حاجة عندي هنا. هذه بطارية صغيرة لشحن المصابيح الأمامية والخلفية. هذا النقاب تستطيع وضعه لزيادة سرعتك قليلا، فعند إغلاق حيز الهواء من الدخول ستصبح أسرع. لتخزين الجارية استخدم هذا الغطاء، خلاص ما في شيء يدخل، ما في قطاوة يدخلون. أذكرها جيدا، خلي بس على السريع. وللوقاية من أشعة الشمس والمطر ضع هذا الحجاب فوق الحجاب، نقاب جميل متناسق مع الهواء. قد تستغرب إن هذه الفتحة تدخل الهواء أيضا للتهوية. بالنسبة لحرق الدهون، البعض يسألني، للأوزان الثقيلة الجارية ربما تكون أفضل حل، تحرق أكثر من الدراجة والدراجة تحرق أكثر من المشي. حرق الدهون بالدراجات عادة أقل شيء 400 إلى 800 كالوري في الساعة، تعد من أعلى الرياضات في حرق الدهون. أضف إلى ذلك أنها من أسهلها، الدراجة تعتبر أو الجارية أو حتى هذه السيارة من أسهل الرياضات. سمين، نحيف، استمتع. وضعية الجلوس هذه على هذه الجارية أسهل من ركوب الدراجة العادية اللي لها سرج مثلث وأي تحتي والكلام الفاضي هذا. الجارية طبعا هي التقنية المستقبل في عالم الطاقة البشرية. كيف تشتريها؟ أسهل طريقة هو أن تتوجه إلى محل الجاريات، سواء في الدمام، جدة، الرياض، اكتب الجاريات جوجل وتوجه للمحل وقابل المهندس. الطريقة الأخرى هو أن تتواصل مباشرة مع الجاريات في مواقعها أو التواصل الاجتماعي أو هذه الأرقام. لا أملك إلا أن أشكركم على هذه المتابعة وأرحب بالمتابعين الجدد الذين تابعوني مؤخرا، شكرا لكم. يا سلام، ماذا؟ الله 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 الله، ما شاء الله، أهلا وسهلا والله.